على التشكيل ونشوف الكابتن علي ماهر اختار مين عشان يبدأ اللقاء، وكذلك الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني الجديد لفريق مصر للمقص عصام ثروت اللي كان حارس النصر تذكروا حضراتكم في الدوري الممتاز، سليم عبد الخالق، اسلام صيام، احمد سعيد اوكا، محمد طارق رباعي عنده خبرات، نبيل عماد، محمد رزق غير محمد رزق الجيش، احمد جمال كامل، شريف عادل، محمد عنتر اللي هو زي ما جالنا محمد حسن هاشم والشهرة عنتر، وفي الخط الامامي اكيد عمر بسام مهاجم اللي هو كان ناشئ النادي الاهلي ولعب في طنطا ولعب في نادي اسوان.